قرر يراجع نفسه، والشهرة أثرت عليه سلبياً وخلت عنده إهمال في الدين. مروان بابلو بيكشف تفاصيل اعتزاله، يا ترى قال إيه؟ كشف الفنان مروان بابلو نجم الراب تفاصيل عن فترة اعتزاله القصيرة اللي قرر فيها الابتعاد عن الفن، واللي كانت قبل انتشار فيروس كورونا بشوية. وقال مروان إنه في الفترة دي كان قرر يراجع نفسه ويشوف تأثير الشهرة عليه. وقال مروان إنه خلال الفترة دي حس إن الشهرة أثرت عليه بشكل سلبي، وكان عنده إهمال في الدين في الفترة من سن 18 لحد سن 25 سنة، وكان معتقد إن الإيمان هو مجرد حاجة في القلب، وإنه علشان كده قرر الاعتزال، وإن هي كانت فترة لتصحيح مساره، لأنه اكتشف إن الدين له دور كبير في تكوين شخصيته. فقرر مروان بابلو إن هو يرجع للدين ويبعد عن الشهرة والله اللي سببته له. وكمل مروان كلامه وقال إن هو وقتها رجع مروان لبيته القديم وبدأ يقلب في أوراقه القديمة، واكتشف شوية أوراق كتب فيها أخطائه زي إهماله للصلاة، وكمان اهتمامه المبالغ فيه بالتدريبات، وكان سبب ده تأثيره بأفكار الغرب لما كان عنده 18 سنة، وعشان كده قرر ان هو يقيم حياته من جديد. مروان لجمهوره انه فترة اعتزاله كان تفكيره حاد، وكان شايف كل حاجة بالابيض والاسود، وان هو انسان مسؤول يختار يخسر ايه ويكسب ايه، وده خلاه يحس ان هو خسر حاجات كتير قوي في حياته، وبدأ يبقى عنده شعور انه يسيب شغله حتى لو ده معناه انه يخسر اكتر من كده. والمروان كان عندي قناعة تامة ان الحياة على الاختيارات دي، ولازم اكون صادق مع نفسي، وانا كنت في عز نجاحي واتحطيت في موقف صعب، بس كان لازم اختار ما بين ان انا افضل على طريقي الاصلي او ابيع نفسي مقابل الشهرة والمال. وكمل مروان وقال انا اخترت ان انا افضل على طريقي الصحيح، وكان اختياري صح، وعيلتي كان ليها دور كبير في الدعم والتوجيه في القرار ده. ووضح ان هو قرر يعتزل قبل ما يعلنوا عن كورونا باسبوعين تقريبا، وكان السبب الرئيسي انه كان تعبان جدا من الناحية النفسية، وقرر ان هو يوقف شغل عشان يركز على صحته النفسية ويرتاح. يا ترى نجم الراب مروان بابلو ناوي على ايه في الفترة اللي جاية؟